شمس الهدى طلعت لنا من مكة، عين الندى نبعت لنا بحراء، نختار آثار النبي وأمره، نقفو كتاب الله للآراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الثانية من حلقات برنامج سبيل الهدى الخاصة بشهر رمضان المبارك، حيث يسعدنا أن نستمر في تلقي أسئلتكم واستفساراتكم الفقهية المتعلقة بهذا الشهر الفضيل. وأيضا أتقدم بالشكر لكل من أرسل إلينا أسئلة واستفسارات طوال الأسبوع الماضي، واليوم أيضا إن شاء الله العزيز سوف يسعدنا أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على أرقام إما عبر الهاتف أو عن طريق الواتساب أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستظهر هذه العناوين تباعا إن شاء الله على الشاشة. ويسعدني بداية أن أرحب بضيفي الكريمين، كلا من الأستاذ مير أنجم برويز من الجامعة الإسلامية، من المكتب العربي عفوا في الجامعة الإسلامية الأحمدية، والأستاذ وسيم أحمد فضل من الجامعة الإسلامية الأحمدية. أهلا وسهلا بكم. وأيضا إن شاء الله أعزائي المشاهدين سيكون معنا على الهاتف الدكتور وسام البراقي من كندا، كي نتحدث عن فوائد الصوم الصحية من الناحية العلمية والطبية. واسمحوا لي بداية أن أبدأ أتوجه بالسؤال للأستاذ مير أنجم، حيث وردنا سؤال عن حكم الصيام للذين يعملون الأعمال في أعمال شاقة خاصة في فصل الصيف الحار. فوردنا سؤال من بلال الجاسم يقول: أنا أعمل حداد باطون وشغلي صعب كثيرا، ونتعرض لأشعة الشمس طيلة النهار، ولا نقدر أن نصوم، فما حكم تركنا للصوم وما يتوجب علينا إن أفطرنا؟ تفضل أستاذ مير. جوابه بالاختصار: إنما الأعمال بالنيات. إذا كان المرء يرى أن عمله شاق لدرجة لا يستطيع يصوم معه، وإن صام لا يضطر ألا يعمل، يترك عمله وهو يعيل أهله بناء على ذلك العمل، ففي هذه الحالة لا بد أن يفطر لا يصوم، لأنه سيصبح في حكم المريض. ومثل هذا السؤال طرح على المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أيضا في زمنه، فسأله شخص: أحيانا يحل شهر رمضان في أيام يكون فيها المزارعون بحاجة إلى كثرة العمل، مثل الحرث والزراعة، وكذلك الأجراء الذين يكسبون لقمة العيش بالأجرة لا يستطيعون الصوم، فما حكمهم؟ هذا السؤال طرح على المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، فرد حضرته قائلا: الأعمال بالنيات. الناس يخفون ظروفهم، يعني حذرهم أيضا بأن الناس في بعض الأحيان يخفون ظروفهم وهم مع عملهم يستطيعون أن يصوموا، ولكنهم يقدمون آثارا غير حقيقية ويخفون ظروفهم. هذا لا ينبغي أن يكون. إذا كان المرء فعلا لا يستطيع أن يعمل في هذا الحر الشديد فهو معذور. فقال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: الناس يخفون ظروفهم، كل واحد يستطيع أن يقدر ظروفه بالتقوى والنزاهة. فإذا كان يستطيع أن يستأجر شخصا مكانه فليفعل. في ناس يمكن أن يتركوا عملهم بسبب شدة الحر ويستأجروا شخصا آخر، ولكن هؤلاء قلة. هناك بعض الناس يعيشون على العمل ويعني ينفقون على أهلهم، وإذا لم يعملوا سيتسولون، لا يستطيعون أن يعيلوا أهلهم. فمثل هؤلاء الناس هم، قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام:
إذا كان يستطيع أن يستأجر شخصا فليفعل، وإلا فهو في حكم المريض وليصم حين يتيسر له هذا. ولكن يجب أن تذكر بأن الله سبحانه وتعالى ورسوله أكدا كثيرا على الصيام، لأن له فضل كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. هذه فرصة عندنا بأن نتقرب إلى الله تعالى ويغفر لنا في هذا الشهر نتيجة أعمالنا والعمل بأحكام الله سبحانه وتعالى. وإذا ضيعنا هذه الفرصة بسبب آزار غير حقيقية، فهذا يعني نحن سنكون محرومين من أفضل الله سبحانه وتعالى. وقال المسيح الموعود عليه السلام: في مكان لا يمكن الوصول إلى الله، جالسين على فراش من الأزهار، يعني لابد من تحمل بعض المشقة إذا كنا نريد أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى ونريد أن ننال رضاه تعالى، فلا بد من التعب. ولكن في الوقت نفسه الأمر يعود إلى الشخص الذي يعمل. إذا كان فعلا يرى أن العمل صعب، وإذا عمل لربما يمرض فيترك عمله، وأولاده يموتون جوعا أو يتسولون، فهذا أيضا ليس مناسبا. ففي هذه الحالة يجب أن يترك الصوم ويصوم في أيام أخرى ويدفع الفدية إذا استطاع، ويصوم في أيام أخرى، ممكن في أيام العطل أو في أيام الشتاء حين يكون الجو أحسن. فهذا باختصار. بارك الله فيك. وجاءنا أيضا سؤال من مصر، أستاذ وسيم يقول: أنا سؤالي عن النخامة أو البلغم، هل تفطر الصائم أو تفسد الصلاة إذا المرء ابتلعها أثناء الصيام أو الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البلغم أو النخامة إذا ابتلعها أي واحد خلال الصوم، نتحدث أولا عن الصوم، فهذا لا تفطر، لأن لها إلحاقا بها بالريق أو اللعاب، كما هذا من داخل الجسم وليس شيء يدخل في الجسم. وبناء على قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الفطر مما يدخل، فهذا شيء من داخل جسمه، فهذا لا يقدم ولا يؤخر ولا يفرق في صومه. وفي الصلاة أيضا الحكم نفسه ولا يغير شيئا. أيضا هنالك شق آخر للسؤال يقول: هل الجنب لا يكون مفطرا حتى لو لم يغتسل من الجنابة بعد الفجر؟ من أجنب ليلا ثم أصبح صائما فصومه صحيح لا قضاء عليه، وذلك بناء على حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها وعن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا غير حلم ثم يصوم. وهذا الحديث متفق عليه، معناه هذا الحديث موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولا يوجد شك حول هذا الحديث. وعند العلماء اجتمعوا على هذا الأمر بأن من كان جنبا فيجوز له أن يأكل السحور ويصبح صائما، ولكن هناك مرحلة أخرى مباشرة بعد السحور هناك صلاة الفجر، والطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا بد له من أن يغتسل قبل الصلاة. وهذا أيضا موضح في كتب الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إذا كان أصبح جنبا فكان يصوم، وفي حديث آخر وفيها كلمات بأنه كان يغتسل مع
معناته يغتسل قبل الصلاة وثم يذهب إلى الصلاة. قد يأتي أحد بحديث آخر، وهذا الحديث أيضا موجود في صحيح البخاري، وهذا الحديث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عندما ذكر وقال: من كان جنبا ويصبح فلا يفطر فلا يصوم. فاتفق العلماء بأن قول سيدتنا عائشة وقول سيدتنا أم سلمة هو الراجح. لماذا؟ لأن في حياة سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وصله هذا القول، فعندما أخبره هذا الشخص فسأله: هل هما قالتا لك؟ قال: نعم. فقال: هما عالم. لأن وهذا من ناحية منطقية أيضا نحن نرى بأن هذا الأمر يتعلق بداخل البيت، والذي هو موجود في البيت هو أدرى وعالم بهذا الأمر. فمتفق عند العلماء بأن الذي يكون جنبا فيصح له أن يصوم، ولكن قبل الصلاة هو يغتسل. أستاذ مير، وصلنا سؤال من الأخ رشيد من المغرب، شكرا لك أخ رشيد. ما معنى تصفد الشياطين في رمضان؟ هذا ورد في حديث لموطأ إمام مالك رحمه الله كتاب الصيام، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا هو الحديث الذي ورد فيه بأن الشياطين تصفد في رمضان إذا دخل رمضان. أولا، هناك كلمة دخل، إذا دخل رمضان في حياة المؤمن في حياتنا، وإذا كنا فعلا دخلنا رمضان شهر رمضان وعملنا بأحكام الله سبحانه وتعالى، ففعلا الشياطين تصفد وتفتح لنا أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. وإذا لم ندخل رمضان ولم يدخل رمضان في حياتنا فلا فرق بين رمضان وبين الأيام الأخرى. هذا مثاله مثل إذا طلعت الشمس وأغلقنا الأبواب والنوافذ فنقول لا ضوء للشمس، أو نقول الشمس ليست طالعة، فهذا ليس صحيحا. الشمس طالعة والضوء موجود، ولكن نحن أغلقنا الأبواب على أنفسنا، فكيف نستطيع أن نستفيد من ضوء الشمس؟ فالذي يعمل بأحكام الله سبحانه وتعالى فيتيسر له الجو الروحاني في رمضان، كل واحد يستبق في الخيرات فيعمل الحسنات ويلتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى، فالمؤمنون الضعفاء أيضا يستفيدون من هذا الجو، فتصفد لهم الشياطين ويبدأون أن يعملوا بأعمال حسنة في رمضان عندما يرون إخوتهم المؤمنين يعملون ويتقدمون في الحسنات. فهذا باختصار، ولكن أنا وجدت مقتبسا للخليفة الحالي نصره الله تعالى في نفس الموضوع يشرح هذا الحديث في خطبة الجمعة في 2009، يقول حضرته: في محيطنا يسكن الصالحون أيضا الذين يعملون الحسنات ويسعون لنيل رضوان الله تعالى، وفي الوقت نفسه يسكنه المتورطون في السيئات والمنغمسون في القذارة والمدمنون على شرب الخمر والزنا. فهناك أناس يسفكون دماء بعضهم بعضا بسم الله وباسم الدين وهم صائمون، وهناك آخرون يعتبرون إيذاء المسلمين الأحمديين وقتلهم في رمضان قربة وثوابا، فإن حلول شهر رمضان المبارك لا يجعل الذين يعملون الحسنات والذين يعملون السيئات سواسية، فهل تفتح للمتورطين في السيئات أبواب الجنة كما تفتح للذين يعملون الحسنات؟
وهل يعصم من جهنم مرتقبو جميع الأنواع السيئات والذنوب وتصفد شياطينهم كما يعصم من النار العابدون الذين يعملون الحسنات فلو كانت شياطين الأشرار والمفسدين أيضا قد صفدت لما صدر منهم هذه الأعمال الشيطانية بل أقبلوا على الحسنات فهذه المسألة مشروطة بالأعمال فمن جاهد لنيل فيوض رمضان ابتغاء لمرضات الله فسوف يهيئ الله تعالى له هذه الفرصة أكثر من الأيام العادية لأن الصائم الذي يصوم ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى يتجنب كل هذه السيئات فهذا هو المسألة بأن الذي يعمل بأحكام الله تعالى ويستفيد من الجو الروحاني في رمضان تصفد له الشياطين وتفتح له أبواب الجنة وتغلق له أبواب النار بارك الله فيكم طيب أستاذ وسيم ننتقل إلى السؤال ما هو العمر المناسب للصوم من منطلق ديني لكل حكم له شروط وللصوم أيضا هناك شروط لوجوب الصيام هناك ثمانية شروط ومنها أولا الإسلام والثاني البلوغ والعقل والمقدرة والنية وللمرأة أيضا هي تكون طاهرة من الحيض أو من النفاس فمن هذا المنطلق نرى بأن الذي هو لم يصل إلى هذا الأمر وهو صغير السن فالشريعة لا تكلفه بالصوم لأن الله سبحانه وتعالى هو قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا ليس بوسع طفل أو ولد أو صغار ليس بوسعهم أن يكملوا صيامهم بشكل صحيح فلا يجب عليهم الصوم والخليفة الثاني للمسيح الموعود عليه السلام سيدنا المسلم موعود رضي الله عنه وقال إن إكراه طفل أصغر من 12 عاما ظلم بحسب رأيي ومن أكره طفلا يتراوح عمره بين 12 و15 عاما فقد أخطأ فهل معنى نتركهم لا يصوموا أبدا وننتظر إلى أي وقت فقال يجب تعويده على الصوم بدءا من 15 عاما من العمر وفي 12 من العمر يجب أن يحسب الصوم فرضا ووضح أيضا الحكمة لماذا نحن لا نطلب منهم أن يصوموا في هذا السن بس بالنسبة لمقتبس المصلح موعود الثامنة السن الثامنة عشرة نعم الثامنة عشرة ليس الثانية نعم عفوا تفضل فوضح الحكمة أيضا فقال لنا لو بدأنا أن نطلب منهم أن يصوموا في صغر سنهم وهذا العمر وهذا الوقت يكون لنموهم لكي يزدادوا قوة وطاقة وإذا لم يأخذوا نصيبهم من الغذاء فهم لا تكتمل صحتهم من هذه الناحية فهم يعدون لأعمال شاقة وللعبادات والأعمال الروحانية في حياتهم القادمة فنحن نحرمهم من ناحية إذا نحن بدأنا عبا عليهم ووزرا قبل أوان الوقت فيطلب منهم عندما يصلون إلى البلوغ وهذا متفق عند العلماء أيضا عند غير الأحمديين أيضا فسيدنا المسيح الموعود عليه السلام هو كان عندما يعني ذكر سيدنا المسلم الموعود رضي الله عنه كنا مولعين بالصوم في صغر سننا فنحاول أن نصوم ولكن سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام هو كان دائما
يرعبنا من الصوم ويفصل لنا ما هو أعظم شيء. ولكن عندما وصلنا إلى الأمر المناسب فبدأنا نصوم يعني طوال حياتنا. ولكن لتدريب الأطفال ولتعويدهم على هذا الشيء فيمكننا أن نبدأ كما قال سيدنا المسلم عود من 12 عام، وأن يأخذوا يعني بضعة أيام في عندما يكون في 15 من سنهم، ولكن عندما يبلغون إلى مرحلة البلوغ الكامل فلا بد لهم من أن يصوموا، وهذا يجب عليهم أن يصوموا. لا يوجد خيار الآن عندما وصلوا إلى هذا الأمر، فهذا فرض من فرائض وركن من أركان الإسلام. بارك الله فيكم. هذا من الناحية الدينية. طيب الآن نستمع إلى الدكتور وسام البراقي من كندا، نتحدث عن موضوع الصوم من الناحية الطبية والعلمية. دكتور وسام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنت سالم ورمضان مبارك عليك. رمضان مبارك عليكم. السلام عليكم وعلى ضيفيك الكريمين وعلى كافة مشاهدي المحطة في كافة أنحاء العالم. نعم أخي محمد، من الناحية الطبية دعني أذكر بعض الحقائق أولا تتعلق بالنمو عند الأطفال في مرحلة البلوغ والطفولة المتأخرة. طبيا يقسم النمو عند الأطفال إلى أربعة مراحل، وهي مراحل مهمة: المرحلة الجنينية، ومرحلة الرضاعة، ومرحلة الطفولة، ومرحلة المراهقة. وما يعنينا هنا بالحديث هو مرحلة الطفولة، الطفولة المتأخرة والمراهقة. فمن هذه الحقائق مثلا أن بدء تسارع النمو الطولي عند الأطفال سواء الذكور أو الإناث يبدأ مع بدء المراهقة. كبالغين نحن الآن خمس طولنا كبالغين حاليا يكون قد اكتسب في مرحلة البلوغ، ونعرف أن النمو أيضا ونمو العظام مرتبط بمادة الكالسيوم، فنصف محتوى أجسادنا الحالي من الكالسيوم وهو مهم للعظام قد تراكم في مرحلة الطفولة المتأخرة ومرحلة البلوغ. والحقيقة الرابعة التي أريد أن أذكرها هنا وهي تطور الدماغ، وهو أمر مهم أيضا بالنسبة للأطفال سواء من الناحية البنيوية أي الشكل والحجم، أو من الناحية الوظيفية يعني التفكير والذكاء وهذه الأمور. فهذا التطور يستمر أيضا أثناء المراهقة. إذن لذلك ولهذه الحقائق والحقائق الأخرى الطبية ينصح بعدم صيام الأطفال في هذه المرحلة كما ذكر الأستاذ وسيم قبل قليل. وأريد أن أذكر أيضا رقما لكي نعرف كيف هذا الأمر وتأثيره من الناحية التغذوية. في مرحلة البلوغ أو مرحلة المراهقة يتسارع نمو الإناث ما بين 8 سنتيمتر إلى 9 سنتيمتر كل سنة حتى تبلغ 15 من عمرها، أما بالنسبة للذكور فيتسارع بحدود 10 سنتيمتر كل سنة حتى يصل إلى 18 من عمره، ولذلك نجد هذه الأرقام 15 و18. فهذا من الناحية الطبية. بارك الله فيكم دكتور. يعني باختصار دكتور، إذا كان الشخص غير مهيئ للصيام فهو الصيام بالنسبة للأطفال الذين لم يبلغوا السن المطلوبة هو تدمير، ويعني لصحتهم باختصار لن يكسبوا شيئا لا دينيا ولا جسميا، بل سيخسروا. طيب نعم تفضل دكتور. هذا سيؤثر على مستقبلهم، لكن لا يمكن التعميم، لأن لا يمكن أن نعطي رقما قاطعا ملزما للجميع، وذلك بسبب الاختلاف البنيوي بين الأطفال من منطقة جغرافية لأخرى، بين الذكور والإناث، وحتى بين الإخوة في البيت الواحد يختلف النمو عند الأطفال. بارك الله فيك دكتور. طيب أستاذ مير أيضا باختصار لو سمحت لأن الوقت سيداهمنا، هنالك سؤال من السيدة سهى من كندا تقول: هل أخذ الإبر يفطر؟ وهل التبرع بالدم أو سحب الدم من الجسم يفطر؟ باختصار لو سمحت. نعم. لأن بقي فقط أربع دقائق. قال ابن عباس رضي الله عنه: الفطر مما دخل وليس مما خرج. هذا مبدأ عام مع بعض الاستثناءات،
وقد اعترف المصلح المودر رضي الله تعالى عنه أيضا هذا المبدأ. فبناء على هذا المبدأ أخذ الإبر يفطر ولا شك في ذلك. أما التبرع بالدم أو سحب الدم من الجسم فلا يفطر. وبشكل عام لا حاجة لأن يتبرع واحد بالدم في أيام رمضان، ويمكنه أن يتبرع في الأيام الأخرى، ولكن في إذا طرأت حالة من الطوارئ ففي هذه الحالة لابد من إنقاذ المريض أو إنقاذ حياته في حالة الطوارئ. فإذا تبرع الصائم بدمه فيمكن أن يصوم ويستمر بصومه ويكمل صومه، فلا بأس في ذلك. ولكن إذا شعر المتبرع بأنه أصبح ضعيفا جدا لا يستطيع أن يكمل، ففي هذه الحالة هو في حكم المريض، ولكن هذا لا يحدث عموما إلا نادرا. بشكل عام المتبرع يتبرع بالدم ويستطيع أن يكمل صومه. بارك الله فيكم. طيب لو أعود للدكتور وسام، دكتور وسام لو نتحدث باختصار لو سمحت، بقي معنا تماما ثلاث دقائق، لو نتحدث عن فوائد الصوم لو سمحت. نعم أخي محمد، هناك أكثر من ما يزيد على 600 مقال طبي تتعلق بالصوم من الناحية الطبية. وفوائد الصوم إن أردت إجمالها هي إنقاص الوزن وضبط السكر وتنقية الجسم من المواد السامة وتحسين المناعة. والصوم يساعد على التخلص من الإدمان والعادات السيئة مثل التدخين، كما أنه ينقص ويساعد على ضبط ارتفاع الضغط الشرياني، ينقص نوبات الربو، ينقص أمراض المفاصل. وهناك بحوث حديثة نشرت منذ 3 أشهر تتكلم عن إنقاصه لمرض الصداف، وهو مرض جلدي معروف، والمساعدة على في مرض قصور القلب الحاد أيضا. هذا باختصار. بارك الله فيك دكتور. طيب ما بعرف، بقي معنا دقيقتين، لو نتكلم أستاذ وسيم عن حكم الصوم في السفر فقط في هذه العجالة، يعني دقيقة بدقيقة واحدة لو سمحت، أو دقيقة ونصف. هذا الموضوع بحاجة إلى بعض التفاصيل، ولكن قصار الكلام وأقول لأن الله سبحانه وتعالى قال من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالذي هو مسافر فيجب عليه أن يكمل صيامه وصومه في أيام أخرى بعد رمضان. وهناك مثلا من يقول كم تكون المسافة وكم يأخذ من الوقت، وهل هناك يعني تفاصيل للسفر؟ فجواب مختصر، إن الله سبحانه وتعالى هو لم يحدد أي أو لم يبين أي تفاصيل عن السفر، فنحن نأخذ كما قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام من هذا حكم عام وهذا أمر وليس خيار، بأن إذا أراد صام وإذا أراد فأفطر، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فنحن لو نريد رضا الله سبحانه وتعالى فلا بد لنا من طاعة الله تعالى لكي نأخذ ونصل إلى رضاه، وهذا مختصر. بارك الله فيك. إن شاء الله أيضا نعرج على هذا السؤال مرة أخرى في الحلقة القادمة بالتفصيل. في نهاية هذه الحلقة أود أن أتقدم بالشكر للأستاذ حسن الخليع من المغرب، والأخ عبد الله الناخوذة من اليمن، وكل من أرسل لنا استفسارات وأسئلة. إن شاء الله تعالى سوف نجاوب عليها في الحلقة القادمة من برنامجكم سبيل الهدى. وإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمس الهدى طلعت لنا من مكة، عين الندى نبعت لنا بحراء، نختار آثار النبي وأمره، نقف كتاب الله لنا